السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة عالم هند وفاتي. بالنسبة لوصفة اليوم غادي نحضر معكم فطائر بحجم صغير بعجينة المسمن. بالنسبة للمكونات عندنا نص كيلو ديال الدقيق، 4 كيسان بعباركاس العنبة، عندنا الشعرية الصينية، قليل من الشعرية الصينية، 250 غرام ديال اللحم المفروم الكفتة، عندنا بصلتان صغيرتان مشلضي، قزبر والمعدنوس، عندنا القليل من الزيتون قطع، عندنا ماء دافي. بالنسبة للتوابيس عندنا ملعقة صغيرة من الملح حسب الذوق، ملعقة صغيرة مملوءة من التحميرة بلا بابريكا، ملعقة صغيرة من الكمون، ملعقة أو رأس ملعقة من السكينجبير، عندنا ملعقة صغيرة من القزبر حبوب مطحون، ملعقة صغيرة من الزعتر مطحون، وملعقة صغيرة من زعيطرة، وعندنا زيت الزيتون وزيت نباتية. بسم الله، أول شيء كناخدو الدقيق، عندي ملعقة صغيرة من السكر، عندي قليل من الملح، ملعقة كبيرة من زيت نباتية، عندنا الماء دافي، دابا بعد ما جمعنا العجين غادي نخليه يرتاح على جانب وغادي نحضروا الحشوة. كناخذوا مقلاة كنوضعوا فيها قليل من الزيت نباتية، كنوضعوا البصل، دابا كنوضعوا البصل على النار حتى تهبط لينا البصلة ونضيفوا البقية. دابا بعد ما هبطت لينا البصلة هانتوما كنضيفو الكفتة، كنضيف القزبر والمعدنوس، كنضيف التوابل، كنضيف زيت الزيتون، دابا كنغطيوهم كنخليهم يطيبوا. دابا بعد ما طابت لينا الحشوه ديالنا كنضيفوا عليها الشعريه الصينيه قطعتها اطراف، كنضيفوا الزيتون، بالنسبة للشعرية الصينية أنا درت ليها ما غليان وخليتها وعاد قطعتها من بعد. دابا بعد ما حركنا الحشوة كاملة غادي نحضروا العجين. العجينة ديالنا بعد ما ارتاحت كنرشو شوية دقيق،
قطعوها قطع. كورون كويرات كنطلقوها على شكل مربع. دابا كنقطعوا الزوايا على هذا الشكل هذا. كنديروا على هذا الشكل هذا، كنوضعوا الحشوه في الوسط. كنقادو مزيان الحشوه. كناخدو كنلاقيو هاد الريوصة هادو، كنلاقيوهم على هاد الشكل هذا. كنضغطو عليها من الوسط باش كتجينا على هاد الشكل هذا. هانتوما هانتوما يمكنكم توضعو زيتونة هنايا، المهم انكم تضغطو عليها مزيان. دابا كنوضعوهم في الطاوة ديال الفرن، كنهزوهم غير بالمهل. هانتوما كناخدو حشوة كنوضعوها في الوسط نفس الطريقة اللي عملنا مع الأولى. كنضغطو عليهم مزيان. وهذا هو الشكل اللي كنحصلوا عليه، كنمشيو معاهم كاملين حتى كنساليو. حبه سالينا، حنا درتها على هذا الشكل هذا
وغادي نزينها بالقرنفل. بامكانكم توضعوا الزيتونه او اللي بغيتوا. دابا بعد ما وضعنا القرنفل غادي ندهنوها بصفار البيض مع قطرات من الخل. ودابا بعد ما دهنتها غندخلها الفرن لدرجه حراره 180. هالشهيوه ديال اليوم ها هي وجدات، هانتوما كتجي رائعه بحشوه لذيذه ومنظر راقي. هانتوما شكلها راقي، كتجي لذيذه بزاف. كنتمنى تجربوها، كنتمنى تنال اعجابكم. الى فيديو قادم ان شاء الله. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وسائر الاعمال.